استكمالا لمشروعها بتسفيد شوارع العاصمة بيروت التي أعلنت عنه مبادرة إنساجورة بدعم شركة جي سي سي وتعاون بلدية بيروت، جالت الشاحنة الشهيرة على نقاط عدة تم تحديدها بعد الكشف على عدد الحفر. البداية بمنطقة فردا شارع مدحت باشا إلى أوتوستراد شتيلة لتعود وتتوجه إلى منطقة حرش بيروت شارع حمد وبدارو. مشروع صفر جوار بالعاصمة مستمر لغاية تسكير أكبر عدد من الحفر، ومرة جديدة يؤكد مشروع إنساجورة بدعم الشركاء نجاح التعاون بين القطاعين الخاص والعام من أجل المصلحة العامة وسلامة المواطنين.